السلام عليكم تلميذات وتلاميذ السنة الثانية بكالوريا شعبة العلوم الرياضية. اليوم غادي نطرقوا لنظمات العد، نتعرفوا على نظمات العد في مختلف الأساسات. المبرهنة كتذكير تقول بلي أنه كيف ما كانت يعني واحد النظمة العد من أساس بي بعدد صحيح طبيعي غير منعدم يخالف واحد، فإن أي عدد N عدد صحيح طبيعي غير منعدم يكتب بكيفية واحدة على هذا الشكل. كنلقاو عندي واحد مجموعة من المعاملات، كل معامل مضروب في العدد بي اللي هو الأساس ديال نظمة العد، مرفوع أس بي واحد العدد صحيح طبيعي، وكنلقى اللي قل منه عاوتاني بي أس بي ناقص واحد، عاوتاني القوة اللي قل منه بي أس بي ناقص اثنان إلى آخره، حتى كنوصل لآخر معامل مضروب في بي أس صفر اللي هي واحد. إذا كناخد هاد المعاملات كاملين وكنحطهم بواحد الكيفية وحيدة بالترتيب، ألفا بي، ألفا بي ناقص واحد، ألفا واحد حتى الألفا صفر، وكتكون هاد الكتابة هي الكتابة ديال العدد N في الأساس من نظمة العد، عفوا من الأساس بي. دونك ناخذ كمثال نظمة العد اللي كنخدموا فيها حنايا حاليا، هي نظمة العد من الأساس 10 أو نظمة العد العشري كاع العدد اللي كنكتبو كيف تعلمنا من السنة الابتدائية. وكنقولوا مثلا إذا كان عندي رقم 798 تنقول بأن 8 هو رقم الوحدات، 9 رقم المئات العشرات عفوا، و7 هو رقم المئات، يعني العدد 798 يكتب على شكل 700 زائد 90 زائد 8. واخا إذا لو بغيت نكتبهم بطريقة أخرى، 7 في 100 هي 700، 90 هي 9 في 10، و8 هي 8 في 1 أي 8 في 10 أس 1. إذا على حسب هاد المبرهنة ديالي فإن العدد 798 راه كيتكتب على هاد الشكل. كنلاحظ بأن بي هنا هو 10 أس 2، عاوتاني عندي 9 في 10 أس 1، عاوتاني عندي 8 في 10 أس 0 اللي هي 1. وبالتالي هاد 798 اللي كنكتبها أنايا بحال هكا راه هي الكتابة ديال واحد العدد اللي هو هذا، كيفية وحيدة اللي هي على هاد الشكل 798 في نظمة العد من الأساس 10 أو نظمة العد العشري. حاليا يمكن لي أنني نكتب أي عدد كيف ما بغيت في نظمة من نظمات عد من الأساس بي. نقوم بالقسمات المتتالية للخوارج ديال العدد N على بي أولا، ثم الخارج كنعاود عاوتاني كنقسم العدد الخارج اللي خرج لي على العدد بي، ثم وعاود نخرج عاوتاني نفس العدد اللي خرج لي على بي. كنحتفظ بالبواقع لهاد عملية القسمات اللي درت، القسمات الأقليدية. إذا كانت R0 R1 حتى R هي بواقي هذه القسمات، حيث R بي هو باقي أول قسمة نحصل عليه فعلى خارج غير منعدم، فإن الكتابة ديال عدد N في النظمة ذات الأساس بي هتكون على هذا الشكل بهذا الترتيب. ناخذ واحد المثال للتوضيح، نحتفظ بالمثال اللي خدمنا به قبيلة في نظمة العد العشري. العدد 798 كيساوي في القسمة الأقليدية على 10، غادي نلقى بأنه الخارج هو 79 والباقي هو 8. واخا دونك كنعاود العملية على 79 وعاد نقسمو على العدد 10، إذا 79 كيساوي 7 في 10 زائد 9، 9 هو الباقي ديال القسمة الأقليدية. نعاود نفس العملية على الخارج، آخر خارج خرج لي اللي هو 7، كنلقى بأن 7 كيساوي 0 في 10، إذا هنايا كيخرج لي خارج منعدم والباقي بطبيعة الحال هو 7. إذا بالترتيب R بي حتى ال R زيرو راهما 7 9 و8، وبالتالي الكتابة غادي تكون هي 798 بهذا الترتيب اللي احنا كنعرفوه. واضحة؟ إذا أجيو نخرجو من نظمة العد في الأساس 10 ونحاولو نكتبو هاد نفس العدد اللي خدينا في المثال ديالنا في نظمة العد من الأساس 7 كمثال. واخا مثلا العملية كنقومو تطبيق الخاصية الأخيرة اللي شفنا، 798 نقسمه على العدد 7، أعطينا في الخارج 114 والباقي هو 0 وكنحتفظو به. أعيد العملية مرة أخرى، 114 إلى قسمتها على 7 كنلقى بلي الخارج هو 16، ومن بعد كيبقى في الباقي القسمة الأقليدية 2، ثم أعيد العملية نفس الشيء، 16 كنقسمها على 7 كيعطيني في الخارج 2، وفي الباقي ديال القسمة الأقليدية
العدد 2 كنحتفظ به كباقي. اذا الاحظ بان جوج الى درت القسمه الاقليديه على 7 اعطيني في الخارج 0 وهو والباقي باقي منعدم. اذا كنحتفظ بالباقي ديال القسمه الاقليديه من تخرج ديال الخارج 0 منعدم الباقي هو 2. اذا خديت الترتيب ديال هاد البواقي ديال العمليه اللي درت ديال القسمه الاقليديه بالتتابع، يمكن لي نكتب العدد 798 على هذا الشكل: 0 في 7 أس 0، 2 زائد 2 في 7 أس 1، زائد 2 في 7 أس 2، زائد 2 في 7 أس 3. كنعاود لهم الترتيب من أكبر أس إلى أصغر أس. كنلقى بلي عندي 2 في 7 أس 3، زائد 2 في 7 أس 2، زائد 2 في 7 أس 1، زائد 0 في 7 أس 0. وبالتالي الكتابة ديال 798 كعدد في نظمة العد من الأساس 7 بهذه الطريقة. هذه هي الطريقة ديال الكتابة في نظمة العد من الأساس 7. هنا كنوضح الأساس ديالي اللي خدام فيه، فهنا هو 7. إذا هذه الكتابة في نظمة العد من الأساس 7 راه هي هذه الكتابة ديال نفس العدد في نظمة العد العشري. ناخذ مثال آخر، نحتفظوا بنفس العدد اللي خدامين به من الصباح ونحاولوا نكتبوه في نظمة عد من الأساس 8. هنا العدد نظمة العد من الأساس 8 كتسمى بالفرنسية لا باز أوكتال، و 98 كتطبيق الخاصية يعني نعاود نديرو نفس العملية ونقسمو على العدد 8 كيعطينا الخارج 99. كنحتفظ بالباقي اللي هو 6 وعيد العملية 99 كقسمة 8 تعطيني في الخارج 12، ونحتفظ بالباقي اللي هو 3 وعيد العملية 12 مقسوم على 8 في الخارج 1، وهنا كنحتفظ بالباقي اللي هو 4 وعيد الكرة آخر مرة ما عاد يخرج في الخارج صفر منعدم، وكنحتفظ بالباقي اللي هو 1. نلاحظ بالترتيب 1 4 3 6، وهو يمكنني من كتابة العدد 798 في نظمة العد من الأساس 8 بهذا الشكل الواحد. ناخذ مثال آخر عاوتاني، العدد 780 إلا بغيت نحطو في نظمة العد من الأساس، نظمة العد عفوا من الأساس 12 اللي كتسمى باللغة الفرنسية لا باز إكسا ديسيمال. إذا بنفس الطريقة 798 قسمة 12 كيعطينا الخارج 66، كنحتفظ بالباقي اللي هو 6 وعيد العملية على 66 كنقسم على 12 كتعطيني في الخارج 5، كنحتفظ بالباقي اللي هو 6 أيضا، كنعاود آخر مرة قسمة 15 على 12 يعطيني بطبيعة الحال الخارج منعدم والباقي هو 5 اللي عندي هنايا وكنحتفظ به. اذا هاد البواقي اللي خرجوا لي بهذه العمليه غادي يعطوني الكتابه ديال العدد 798 في نظمه العد من الاساس 12. نزيد ايضا مثال اخر، هنايا كتابه العدد 798 في نظمه العد الثنائي او لا باز بينار اللي مشهوره جدا كتستعمل في المعلوميات وفي الحواسيب ديالنا باش كيخدموا حاليا والهواتف الى اخره. واخا دونك الى خدينا العدد 798 وبدينا كنديروا القسمه على جوج كل مره غادي نلقاو في الباقي اما صفر او لا واحد. الى حافظنا على الترتيب ديال هذه العمليات كيف كنا كنديروا من الصباح غادي نلقاو في الاخر من غادي نوصل لاخر خارج اللي هو منعدم، ونحافظ على الترتيب 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. هذا الشيء غادي يمكن لينا لجمة هذه البواقي بالترتيب ديالهم من كتابة العدد 798 في نظمة العد الثنائي أو لا باز بينار. واخا كملاحظة، إلا كان عندي شي عدد مكتوب مثلا على هذا الشكل في نظمة العد الثنائي وبغيت نكتبه مثلا في نظمة العد اللي قبل منها مثلا نظمة العد من الأساس 12 لا باز هكساديسيمال، يكفي أنني إعادة كتابة هذا العدد على في نظمة العد العشري وثم تحويله إلى كتابة في نظمة العد من أساس أي أساس بغيت. إذا لو بغيت ننتقل من أساس لأساس كنحاول نرجع الوسيط ديالي هو نظمة العد العشري. كان معكم الأستاذ طارق بوزيد، دمتم في رعاية الله والسلام.